متابعي عشاق الخياطه والتصيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحه جيده ان شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا طريقه تفصيل وخياطه اسدال صالات موديل جديد، كان صيفطاتو لي واحد البنت في الانستغرام وقلت نشاركو معكم. هنا كيف ما كتشوفوا عندي توب ريحانه وعندي فيه مترين ونصف فقط، نتوما غتحتاجوا 3 متر. هنا غتكون عندكم مثلا 3 متر على متر ونصف، غادي نحيدو هنا نخليو متر كيف ما كتشوفوا، ومترين غادي نتنيوها على 4. داك متر غادي يبقى لينا نصف متر غادي نحيدوه للشال بحال هكا، 50 سنتيم نحيدوه للشال و 50 سنتيم غادي تبقى لينا للكم. اذا هنا انا عندي غير مترين ونصف، غادي تخرج ليا غير الاسدال الصالات بدون شال، ولكن غادي نشارك معكم يعني الطريقه ديال الفصله، ماشي الفصله اللي طايحين فيها الكتاف. هنا كيف ما كتشوفوا، كيف ما شرحت لكم على الورق، حيت هنا عندي غير مترين ونصف، حيت طول الاكمام والباقي تنيتو على 4. هو هذا غنفصل من الجهه المسدوده. هنا ما غاديش ندير لكم ديال الكتاف طايحين، غندير لكم الطريقه العاديه، ولكن جات رائعه في الاخر، غادي تشوفوها كيفاش كتجي. هذا القياس اللي درت ستاي ستوندار، غادي نخلي لكم في اول تعليق. حطيت في القياس ديال الكتيف 23 22 زائد 23 سنتيم للخياطه، ودخلت ب 8 سنتيم ديال العنق، ونزلت من الكتيف ب 3 سنتيم، ورسمت الخط ديال الكتيف. غادي ننزل بالطول ديال التركيز، نزلت ب 23، وغادي نقسمها على 2. هنا في العرض ديال الصدر درت 35 زائد سنتيم الخياطه هي 36، وغادي نرسم الدوره ديال التركيز. منين نفصل الظهر والامام، ديك الساعه غادي ندخل في الامام ب 2 سنتيم، غادي نحط الطول ديال الحزام اللي هو 49، والعرض ديال الحزام درت 34 زائد سنتيم الخياطه هي 35. العرض ديال هنا غنحط الطول كامل اللي عندي في المتر ونصف ديال الطول، والعرض غادي نحط داك العرض اللي تنيت اللي بقى لي يعني 50 سنتيم كامله غتبقى لي تمايا، غادي نحطها في العرض. هنا بعد ما قطعت غادي ننزل في العنق ب 2 سنتيم، العنق ديال الخلف والعنق ديال الامام غادي ننزل ب 12 سنتيم. صافي، وغادي نفصل الظهر على الامام، وغادي نقطع العنق ديال الامام، وكذلك ندخل ب 2 سنتيم في التركيز. هنا كيف ما كتشوفوا داك 50 سنتيم اللي بقات ليا، اولا داك الشيء اللي خلينا الطول ديال الكم اللي خلينا في الثوب، هو غادي نتنيه بحال هكا على 4. نخلي غير القياس اللي نزلت به اللي غندير في العرض ديال الكم، اللي هو القياس اللي نزلت به في التركيز 23، هي هذه غنحطها كامله. وغادي ننزل ب 13 سنتيم من الجوانب. هاد المسافه هذه غنقسمها على 2، ونعاود نقسمها على 4. الجهه السفليه كندخلو بسنتيم، والجهه العليا كنخرجو بسنتيم، وكنرسم الدوره ديال الكم يعني التفصيل ديال الكم عادي. غادي نحدد الطول ديال الكم زائد 4 سنتيم، لان الكم غيكون فيه الخيط المطاطي. وبالنسبه للعرض ديال الكم درت هنايا 18 سنتيم، والطول ديال الكم درت 60 سنتيم. صافي، غادي نقطع.
وغادي ندوزو للطريقه ديال الخياطه. هنا كيف ما كتشوف الطريقه ديال الخياطه، اول حاجه غادي نخدمو الطوق. هنا عندي الامام كنجي من الجهه ديال التركيز كننزل ب 14 سنتيم وكنرسم خط، وفي المنتصف ديال العنق كنزل ب هنا ب 22 سنتيم نزلت، من الجوانب كنزل 14 سنتيم كيف ما كتشوفوا. كنحدد هنا كنرسم داك الخط على شكل مثلث، عليه غادي ندير الدونتيل. غادي نجيب الدونتيل ديالي وغادي نقيس داك المسافه، بهاد الشكل هذا صافي. وغادي نقطع، غادي نزيد غير واحد سنتيم ديال الخياطه وغادي نقطع، وغادي نجي لداك الثانيه كيف ما غتشوفوا، وغادي نخيط من هنا على بعد 2 سنتيم بحال هكا باش كيتشكل ليا داك الدونتيل على شكل مثلث. صافي وغادي نقطع. ها نتوما كيف ما غتشوفوا غادي يجيني على شكل مثلث. دابا غادي نحطو من المنتصف ديال العنق وغادي نخيط كل جهه بوحديتها على داك التراساج اللي طراسيت باش تجيكم سهله. غادي نخيط الجهه الاخرى كذلك. ونعاود على الدونتيل بالخياطه من الاسفل. دابا غادي نجمع البياسه، غادي ناخذ الظهر وكنخيط الكتفين الظهر مع الامام. من بعد ما خيطنا الكتفين غادي ناخذ الكم وكنحددوا المنتصف ديالو وكنحطوه مع الخياطه ديال الكتف، وكنخيطوا الكم بالطريقه العاديه اللي دائما كنشرح لكم. كنخيطوا النصف الاول، من بعد كنرجعوا نخيطوا النصف الثاني. دابا غادي ندوزو نخيطو الخيط المطاطي للكم. هنا كنطلعو بواحد تقريبا 10 سنتيم وكنطراسيو الخيط المطاطي. هو الطول ديال يعني القياس ديالو هو العرض ديال الكم مقسوم على 2، كنديرو خيط مطاطي كنحطوه بحال هكا وكنبقاو نجبدو وحنا كنخيطو. صافي دابا غادي نجمعو الكم مع الجوانب. هنا ما درتش الدونتيل انا في الكم، ممكن انكم نتوما ديروا كيبقى لكم اختياري. Thank you.
دابا غادي نديرو العطفال لكم كيف ما كتشوفوا كنتنيو غير 2 سنتيم فقط. نفس الطريقه غادي ندير الرقبه حتى هي غادي نتنيها 2 سنتيم يعني ندير تشطيب عادي، وكذلك العطفه ديال العبايه من التحت غادي نتني 2 سنتيم ونخيطها يعني الطريقه العاديه كيف ما كتعرفوا. وغادي ندوزو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال العبايه كيفاش كيجي. وهنا كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال العبايه كتجي بحال هكا من بعد ما خيطتها، زينتها بداك الصديفات في الطوق، درتهم في اللون الابيض بحال الدونتيل. نتوما غادي ديروهم على حسب الدونتيل اللي درتو، كتجي بحال هكا الشكل ديالها رائع، الكميمات كيجيو هكا، ممكن تزيدو لهم كذلك حتى هما الدونتيل. عجبتني البنات هاد الطريقه ديال يعني اللي طيات التفصيل ديال العبايه عاديه ولكن بطي ستوندار كتجي بحال لي كلوش كيف ما كتشوفوا، كتجي رائعه بالنسبه للناس اللي ما فهموش الطريقه ديال الكتف طايحين. هاد الطريقه هذه جد سهله وكي قلت لكم كتجي بحال لي كلوش، الشكل ديالها رائع وكذلك داك الطوق. كي قلت لكم انا ما بقاش ليا التوب باش غادي ندير يعني الشال، نتوما خذوا 3 متر باش غادي يكفيكم الشال، انا سقتو مع هذا الشال هذا اللي عندي. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه، وما تنساوش تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش كذلك الاشتراك في القناه باش توصلوا باي فيديو حطيته. كنبغيكم بزاف بزاف، في امان الله، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، الى اللقاء.